لما بتكون الدنيا صعبة أحيانا بنكون محتاجين نسمع فكرة جديدة تساعدنا، نسمع خلق جميل يحمينا، نسمع قصة أو حدوتة أو قصة إنسان تاني نجح. لما نسمع قصته تترسم على وجوهنا بسمة أمل. برنامج بسمة أمل كل يوم على نجوم FM يرسم على وجوهنا أفكار وأخلاق وسعادة تحقق فعلا بسمة أمل مع عمرو. دلوقتي جي معاكم مع بسمة أمل مع الدكتور عمرو خالد على نجوم FM. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. الحقيقة كنت بزور مطار لندن، مسافر من بلد لبلد ومعدي على مطار لندن، وأنا في المطار لقيت حاطين صورة كبيرة كأنه إعلان كبير. قعدت أدور مين الشركة اللي بتعلن، ما لقيتش شركة بتعلن. طب هو الإعلان عبارة عن إيه؟ الإعلان عبارة عن صورة تخيلية هشرحها لكم. عبارة عن ثلاث زرافات، والزرافة طويلة طبعا ورقبتها طويلة، عايزة توصل لشجرة تاكل ورق الشجرة، والثلاث زرافات بيحاولوا ومش طايلين لأن الشجرة ورقها أعلى من الثلاث زرافات، شجرة طويلة قوي. وبعدين طبعا هم عاملينها بالأنيميشن والخدع، جاية زرافة واقفة فوق الثلاث زرافات وطلع مادة رقبتها وبتاكل الورق بمنتهى البساطة. وكاتبين تحت ايه الرسالة بقى، ايه يعني حاطين الصورة دي لثلاث زرافات وفيهم زرافة بتاكل من ورق الشجرة، ايه الرسالة؟ كاتبين تحتيها رسالة حلوة قوي، بيقولك اذا كنت عظيما وتستطيع ان تكون اعظم فلا تتردد. عايزين يقولوا ان الثلاث زرافات عظام طوال، لكن في زرافة كان عندها حلم انها تكون اعظم فبقت فوق وفوق. في ناس كتير يا جماعة في بلادنا موهوبة وعظيمة، تمتلك إمكانيات كبيرة في الرياضة، في الفن، في الصناعة، في الثقافة، عظيم، هو عظيم، لكن مش مستعد يكون أعظم، بيكتفي باللي وصل له. يا جماعة أنا سألت هم حاطينها ليه؟ حاطين الإعلان ده ليه؟ قالك ده مش إعلان لشركة، ده محطوط للناس كلها. قالك عشان يشجعوا الناس، كل واحد شايف نفسه عظيم في مجال من المجالات ويقدر يبقى أعظم، اجمد وقوي، كأنه عايز يقولك نافس نفسك، اسبق نفسك، اتفوق على نفسك، ما تشبعش من المنافسة مع نفسك. احنا ساعات بنكتفي ان انا شاطر في حاجة، طب ما تكبرها، طب ما تزودها. انا بأفاجأ ان واحد يقوم عامل شركة ويكتفي انها تنجح على مستوى المحافظة اللي هو عايش فيها، طب ما تخليها على مستوى البلد، طب ما تخليها انترناشنال، طب ما تخليها على مستوى العالم كله. فين الطموح؟ ليه ما تنافسش نفسك؟ ليه ما تكبرش؟ ليه ما تنجحش اكتر واكتر واكتر واكتر؟ انا بحكي الحكايه دي وكاني عايز اقول لكم تيجوا نعيد الكلمه تاني. يا كل موهوب، يا كل ناجح، يا اصحاب شركات، يا كل انسان عندك تميز في مجال من المجالات، انا بهديك الكلمه دي تاني. اذا كنت عظيما وتستطيع ان تكون اعظم فلا تتردد. شكرا، واشوفكم بكره ان شاء الله وبسمه امل جديده.